حديث اكتر بينضمنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن علاء السيد رئيس لجنه المنتخبات في اتحاد الكره. طبعا كابتن علاء برحب بيك، مشرفني ومنورني. الله يخليك كابتن يحيى، دايما سعيد بالمداخله معاكم، حبيبي يا كابتن. وشكرا جزيلا على التغطيه الرائعه لمجموعه اون كلها في اثناء البطوله كلها، يعني زودت الوعي انا وزودت حب الناس. قبل ما ابدا معاك اي حاجه يا كابتن، يعني عايز اطمن على حضرتك بعد طبعا احداث مباراه مصر والدنمارك، وكنا عارفين حضرتك متاثر جدا بالنتيجه وبالمباراه، وكنت منفعل جدا بسبب المباراه. لا، الحمد لله كويس، بس هو انفعال لحظي اثناء المباراه شويه، ويعني ده كان في بوست يعني في الاكسترا تايم، مش ما كانش بعد المباراه ولا حاجه، يعني ما كنتش عارف النتيجه خالص اللي حصلت يعني. لكن في كل الاحوال احنا قلنا قبليها ان احنا هنعمل مباراه كبيره، واعتقد دي مباراه التاريخ والاتحاد الدولي واكبر لعيبه العالم قالوا دي طبعا اكثر مباراه دراماتيكيه في تاريخ كره اليد على مستوى بطولات العالم من ساعه ما اتعملت. المباراه راحت وجت اكثر من مره، احنا كنا طرف فيها والاشاده الكبيره بالروح القتاليه لمنتخب مصر. انا احب بس اضيف نقطه بس هنا الناس تاخد بالها، تفضل. ان احنا لاعبتنا يعني في بعض منهم محترفين، ويعني كره اليد بالنسبه لهم مصدر دخلهم، المنتخب يعني مش هو المصدر الدخل بتاعهم لكن مصدر فخرهم، وبكاء اللعيبه واللي حصل ده طبعا يعني ورى ناس كتيره يعني ان لعبتنا دي انتمائها ومحاوله اسعاد شعبها كان عندها اهم من مصدر دخلها واهم من اصاباتها من اهم الحاجات اللي في حياتها. فده أكيد يعني الوعد اللي احنا متعودين منه للعيبه كره اليد بصفه عامه ومنتخب مصر الاول بصفه خاصه. احنا اخر سنتين الناس شافت لعيبه بيلعبوا بقلب، وده طبعا يعني انعكاس لحرص الجميع على رفع اسم البلد دي لاعلى مستوى. كابتن علاء، يعني اثناء متابعتك للمباراه، اعتقد مباراه كانت صعبه، منحنيات حصلت في المباراه على مدار 80 دقيقه، لحظات صعبه جدا، شايف كنا قريبين ساعات وبعدنا فترات تانية، اصعب لحظات المباراه من وجهه نظرك كانت فين؟ يعني فريق الدنمارك طبعا لازم الناس تبقى عارفه بطل عالم، خبرات كبيره جدا، طبعا اللعيبه الكبار بتاعهم بيقودوا المباراه بوقت في اوقات مختلفه. المباراه راحت وجت في بعض الاوقات وخصوصا في الشوط الثاني، يعني انا الشوط الاولاني ما كانش فيه عندي القلق ده خالص، صحيح، لكن الشوط الثاني هو اللي كان فيه في بعض اللحظات اللي كان ممكن يحصل فيها تعديل. فريقنا يعني في الدقيقه 20 من الشوط الثاني بدا يستعيد المبادره، احنا طول احنا عارفين ان فريق الفرق الاسكندنافيه بصفه عامه بتلعب مبارياتها باريحيه كبيره لما بيحصل لها تكون متقدمه. حصل برضو ان احنا قدرنا نوقف التقدم بتاعهم في الدقيقه 20 من الشوط الثاني، وبدانا ناخد المبادره ان احنا نتقدم عليهم. يعني زي ما قلت كده بعض الحاجات اللي حصلت في اثناء المباراه يمكن من اكبر لعيبه العالم من مايكل انسن، وبالنسبه لي طبعا يعني لاعبتنا يعني الحاجات اللي عدت دي في الاوقات اللي هي الحاسمه هي دي اللي فرقت الوقت، لكن ما فيش مباريات بدون اخطاء، وانا لو الحارس مرمى ما غلطش ما حدش هيحدث فيه، لو الدفاع ما غلطش يعني هي دي الرياضه كده ولازم نتقبل. كان في بعض اللوم يا كابتن علاء يمكن على ابراهيم المصري او على احمد الاحمر او على علي زين لضياع ركلات الترجيح، شايف اللوم اللي كان على اللعيبه دي، هل واخطاء كرويه موجوده في كل اي لعبه بتبقى موجود فيها اخطاء كرويه، شايف ان بعض الناس القت اللوم على ابراهيم المصري بسبب طبعا الخطا اللي ارتكبه، شايف ده ازاي، وشايف ان الناس وجهت اللوم للعيبه بعد كل المجهود الجبار اللي بذلوه اثناء المباراه ازاي؟ طبعا انا بلقي اللوم عليهم بشده طبعا ان هم وصلونا للمرحله دي، خلوا الناس تحس ان احنا يعني بنلعب بطل عالم اكنه فريق يعني فريق قريب منك يعني. صحيح. يعني ابراهيم المصري في احسن دفاع في البطوله طبعا قبل المباراه الاحصائيه، قبل مباراه الدور الثمانيه ابراهيم المصري كان احسن دفاع. صحيح. هو وعلي زين في البطوله كلها احصائيا وعدد اهداف دخلت فينا وبلوكات، ابراهيم المصري احسن مدافع بوجهه نظري في البطوله دي، يعني من غير ايه من غير مبالغه يعني. صحيح. علي زين وابراهيم المصري بيكابل اقوى دفاع عندنا يا جماعه، يعني
محدش بيلوم حد على الكمال من الاخر يعني. يعني مفيش حد يقدر يلعب بالكمال لغايه اخر لحظه، وزي ما شفتوا كده مايكل هانسن الكره اللي عملها في اخر ماتش كانت ممكن تضيع لهم البطوله بتاعتهم او الماتش بتاعهم. الموضوع ما فيهوش كده خالص، في لحظات فارقه ممكن تحصل من كل اللاعبين، لكن الاداء اثناء البطوله كله ده اللي تحسبني عليه. الراجل ناس ثابت بيوتها فتره طويله، خلاص ما فيش اكتر من كده، كفاني مش اكتر من كده، ويعني ما حدش مقصر يعني، بالعكس هم طلعوا اكتر من طاقتهم. احمد الاحمر الناس عارفه ان احمد الاحمر يعني احنا يعني بنعده عشان يلعب معانا البطوله دي بقالنا فتره. هو متحامل جزء كبير جدا، عنده بعض الاصابات اللي بيتحامل بيها، يعني مش عايز اقول ان هو يعني بياخد حقن معينه عشان يفضل يعني عنده مشكله في ظهره، ممكن يحاول يتغلب على الالم. انا مش هقدر احكي بقى البطولات اللي ورا الكواليس، اللعيبه بتلعب، لا اللعيبه دي موتت نفسيها، واحنا ما انا بستغل برنامجك ده عشان اوجه الشكر لكلهم، كل تضحياتهم من اولهم لاخرهم. اللعيبه عندنا في لعيبه منهم في اثناء فتره الاعداد مروا بفترات كورونا وده اثر عليهم بدنيا، لكن هم بالناحيه القتاليه والحماس قدروا يتغلبوا على ده، وبننافس ابطال العالم حامل اللقب بالشكل ده. انا يكفيني الاشاده الكبيره من الخصم بقوه منتخبنا، وان هم يعني ما كنتش متصورين ان منتخبنا هيوصل بالشكل ده. انا كنت عارف ان فريقنا في الحته دي، واحنا قاب قوسين او ادنى من المربع الذهبي. الناس اللي عارفه ان المربع الذهبي ده حته ثانيه خالص غير الثمانيه الاوائل. احنا قربنا جدا، يمكن البطوله اللي فاتت خدنا ثامن، لكن المستوى الاداء ما كانش بالقرب ده. احنا خسرنا من السويد فرق ثلاثه وعملنا ماتشات جيده، لكن اللي احنا الحته اللي احنا كنا فيه النقله دي يا جماعه بتاخد شويه وقت، شويه وقت وشويه تدريب. احنا ما عملناش ماتشات اعداد خالص، احنا الاعداد بتاعنا كان اثناء البطوله عشان الناس تبقى عارفه. طبعا. طب هاخد من كلامك يا كابتن علاء، والاعداد للاولمبياد هيكون ازاي وهيكون امتى؟ يعني يمكن حضرتك بتتكلم دلوقتي ان الاعداد ما كانش فيه وقت يعني كان فيه استعدادات وقت البطوله، اكيد دي يعني في استعدادات بقى مختلفه للاولمبياد ان شاء الله. طبعا احنا بنعمل برنامج اعداد بقى لنا سنتين وشويه، برنامج اعداد بتاعنا اللخبطه اللي حصلت بسبب الكورونا والغاء الفرق. صحيح. الفرق كل ما مع فرقه هم اللي بيلغوا، مش احنا اللي بنلغي يعني، مش انا اللي لغيت، لكن هم اللي لغوا لاجراءات السفر، اجراءات صحيه، مشاكل كتيره كانت موجوده، فالكلام ظروف خارجه عن اراده الجميع مش احنا طبعا. صحيح. الفريق دخل البطوله يعني شويه شويه زي ما بيقولوا كده، يعني اول مره يكمل واول مره يبقى يعني بشكل كبير متكامل وكل اعداده موجوده كلها. احنا في الاولمبياد ان شاء الله مخططين ان شهر 3 عندنا يعني بعد شهر ونص من دلوقتي انا عندنا اعداد مع منتخب اسبانيا، يعني عملنا ماتشات وديه مع منتخب اسبانيا ومنتخب فرنسا والمانيا، عندنا ماتشات معاهم في شهر 7، واليابان هنسافر بدري شويه لان احنا استضفناهم. البرنامج ده زائد التمرين. انا طبعا انا ما بتكلمش على الايه، على التدريب. التدريب بالنسبه لي تدريب اسبوعي هيبدا ان شاء الله من الاسبوع الاخير من شهر مارس ان شاء الله، شهر فبراير يعني بعد 3 اسابيع دلوقتي هبدا تدريب اسبوعي. احنا منتخب او في كره اليد المصريه متعودين من المنتخبات بالنسبه لنا اكنها نادي اضافي يضاف لل 18 نادي في المحترفين. انا بتمرن اسبوعيا بشكل مستمر، لكن دايما بنركز ان الماتشات الاعداد هي اللي بتثقل اللعيبه. التدريب فقط مش هو الكافي، لكن الاعداد لازم يبقى في احتكاك بلعيبه ثانيه وبخبرات ثانيه اكيد عشان اعرف مستواي فين على الاقل. صحيح. اعرف مستواي فين ومكاني فين. احنا محضرين 8 مباريات اعداد من هنا للاولمبياد. للمنتخب هتكون مباريات رسميه مع فرق كبيره وفرق قويه، سواء حضرتك بتقول اسبانيا فرنسا المانيا كلها فرق قويه جدا. فرنسا المانيا اللي احنا اتحرمنا منهم الفتره اللي فاتت دي، ان شاء الله رب العالمين نعمل الاعداد بتاعنا بالشكل ده، واتمنى ان شاء الله يبقى يخدم لعبتنا. طبعا بعض اللعيبه عندنا محترفين. صحيح. يلعبوا الدوري الاوروبي، وده طبعا ما بيخليكش قلقان عليهم في عددهم، لكن احنا دايما بنفكر في الناس اللعيبه الموجوده في مصر، اللي احنا نحاول نقرب الدنيا من بعض ونحاول ندمج المحترفين مع اللعيبه دي في اثناء الفترات الاعداد.
ان شاء الله كابتن علاء كل التوفيق فيما هو قادم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني وسعدت طبعا بوجود حضرتك معايا كابتن علاء السيد رئيس لجنه المنتخبات في اتحاد كره اليد المصري. بشكرك اكيد شكرا جزيلا وكل التوفيق لمنتخبنا. زي ما كان بيتكلم كابتن علاء، الاعداد مهم جدا انك تستعد لبطوله او لاولمبياد او كاس عالم، الاعداد ده بيفرق بشكل كبير جدا، الاحتكاك واكتساب خبرات من منتخبات ثانيه، اعتقد كل ده بيفرق معاك انت بشكل كبير. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل ان شاء الله.